مسجلاً أعلى مستوى في 5 سنوات و7 أشهر، واصل التضخم في المدن المصرية مساره الصاعد خلال شهر مارس بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات بسبب نقص العملة الأجنبية، الأزمة أو أزمة الاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع من جديد. وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي مقابل 31.9% في شهر فبراير. أما على أساس شهري، هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 2.7% من 6.5% خلال شهر فبراير. وحررت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس من عام 2022، مما دفع سعر الجنيه للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من العام الحالي، وبأكثر من 95% منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي. وللحديث حول التضخم في مصر ينضم إلينا من القاهرة محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في أسطول للأوراق المالية. مرحبا بك سيد محمد. دعنا نتوقع وإياك التضخم، إلى متى سيواصل التضخم في مصر الصعود؟ الحقيقة التضخم عشان نعرف هو هيواصل لغاية إمتى نحاول نشوف أسبابه. أسبابه الحقيقة في سببين، يعني سواء من جانب العرض أو من جانب الطلب. يعني التضخم المستورد المتمثل في انخفاض سعر العملة ده سبب رئيسي للي احنا بنشوفه دلوقتي. وعلى الجانب الثاني، أيوة احنا عندنا برضو السيولة المحلية زايدة وما زالت بتزيد. فإلى متى سيظل التضخم مرتفع؟ هو مرتبط بهذين الأمرين أو هذين العاملين. العامل الأول استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، والأمر الثاني مدى اتساع أو استمرار اتساع السيولة المحلية. والحقيقة الأمرين دول هيبقوا هم العاملين الأساسيين أو المؤشرين الرئيسيين لنظرتنا للتضخم، سواء بانحساره أو باستمرار الارتفاع فيه. طيب سيد محمد، التقرير إلى البنك المركزي المصري عندما يتحدث عن أسباب ارتفاع التضخم بمصر إلى هذه المستويات المرتفعة، أحد الأسباب الآن يسميها أسباب موسمية مرتبطة على سبيل المثال بشهر رمضان وهذا الإقبال على شراء السلع والأسعار المرتفعة بطبيعة الحال. عندما يقول أسباب موسمية، هل معنى ذلك أنه ممكن الشهر المقبل هذا التضخم يعني ينخفض قليلا بمصر ويعني يكون فقط مرتبط في هذه الفترة الزمنية، أو ما هي رؤيتك لذلك؟ الحقيقة يعني مش شايف ان دي يعني اسباب قوية. احنا بنتكلم على تضخم سنوي، فمقارنة بالسنة اللي فاتت زي دلوقتي، فكان تقريبا معدلات الشراء سواء للتجهيز لرمضان او غيره كانت متقاربة بشكل كبير. فالحقيقة يعني انا مش شايف ان دي اسباب حقيقية، إنما الأسباب الحقيقية هي اللي ذكرتها لحضرتك في أول الحديث. تمام. يبدو أن التشديد النقدي في مصر لا يؤثر بشكل مباشر على التضخم. رأينا الرفع الأخير لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لكن لم يؤثر بشكل مباشر، وبالتالي رأينا ارتفاع واستمرار التضخم. متى برأيك ترى تأثيرا مباشرا لتحركات المركز المصري على التضخم؟ شوف، زي ما قلت لحضرتك، هو برضو ارتفاع معدلات الفايدة أو رفع معدلات الفايدة من جانب المركزي ده بيستهدف السيولة المحلية. السيولة المحلية ده شق من الشقين المؤثرين على التضخم. الشق الثاني أو الأولاني الأهم، واللي أنا شايفه أن له التأثير الأكبر دلوقتي، هو انخفاض سعر العملة. انخفاض سعر العملة مازال محرك مهم وعامل رئيسي في الموضوع، وهيفضل مؤثر إلى أن يستطيع المركز وتستطيع الدولة بشكل عام أنها توفر المطلوب من الدولار لموازنة السعر داخل مصر والتحكم في السوق الموازية.
عندنا طبعا من المعروف للجميع ان في سوق موازيه وبترتفع يعني تقريبا 20% في الوقت الحالي عن السعر المعلن بنك المركزي، وده نتيجه شح السيوله الدولاريه. فطول ما السيوله الدولاريه فيها مشكله هتفضل المشكله قائمه من وجهه نظري. طيب، هل طرح الأوعية الادخارية التي أقبلت عليها البنوك مؤخرا هل من شأنها أيضا أن ربما تخفض يعني أو نرى أسباب يعني جيدة في المرحلة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وتراجع التضخم؟ برضو الشهادات هي في نفس الكفة الميزان بتاعت أسعار الفايدة، كل ده بيستهدف السيوله المحليه وسحب جزء من السيوله المحليه. والحقيقه انا ما اتوقعش انها تسحب سيوله اكتر من اللي كانت موجوده في الشهادات قبل كده، وحتى يعني لو اكتر هتبقى حاجه طفيفه، مش بقصد كده، لكن انا بقصد انها مش هتؤثر تاثير ملموس او ملحوظ في السيوله المحليه، لان دي فتره انتهاء شهادات كانت مصدره قبل كده، فالشهادات اللي بتصدر دلوقتي ورفع العوائد عليها يستهدف جذب السيوله اللي كانت موجوده في الشهادات اللي مدتها انتهت. محمد عبد الحكيم رئيس البحوث في أسطول للأوراق المالية كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.